راس الحاجات دي بتصرف فعلا علشان السرعة والصحة. لو كمية كبيرة، كمية 17 مليون 200 ألف. 17 مليون. برافو رجال، معلومة كويسة ومجهود، مجهود مشرف. وأرجو إن احنا نتواصل، نواصل برضه جهد في حسابات الأوضاع الكبيرة اللي زي دي. دي طبعا دي بتضيع صحة شبابنا خالص. ده الفراولة دي مشكلة ساعات بتدمره. الفراولة والتانية برضه، والتانية وده برضه من الأعمال العدائية، خلي بالك يعني، من الأعمال العدائية اللي هم عايزين يخربوا بيها البلد. هم بيدخلوا فيها المواد المخدرة عشان لا 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 لا